سلام بونسوار، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. الوغ اليوم قادين ضفيرات اللي هما فورم بالغين طويله بلو جيل. نورمالمون ما كنلبس ضفيرات هكا طوال قد هكا، مي غير بو لا فيديو درت هاد الطول هذا باش يبان لي في ديال النيل ارت اللي بغيت نوريكم اليوم. الوغ النيل ارت اللي بغيت نوريكم اليوم هو واحد لابودغ، واحد لابودغ فاش كنحطوها فوق اون كولور لي سورتو البيض ولا الكحل كتجي فيهم زوينه، كتعطينا واحد لافي كروم رائع. ومن بعد كنحطو عليه لو توب كوت من الفوق باش نحافظو عليه، وغادي نوريكم كيفاش غادي يمكننا نحطو هاد لابودغ وتعطينا ان بون افي في الضفيرات ديالنا. الوغ يمكن تحطوها على اي لون الحقيقه، ولكن اللون اليوم اختاريت اني نحطها على البيض، هي كتجي رائعه في البيض وفي الكحل. انا مكيعجبنيش بزاف الكحل في يديا، الوغ غادي نحطها على البيض. دونك هنا الضفيرات مقادين، كلشي هو هذاك. غادي نجي ديريكتومون غادي نحط اون كوش ديال الفيرنيس سومي بيرمانون بيض. هاد لاكوش الاولى ديال البيض غادي ندخلها لا لومب تنشف دقيقه ونخرجها ونرجعو نتلاقاو باش نحطو اون دوزيام كوش. بون بعد ما نشفات لا بروميير كوش غنجي نحط كوش ثانيه باش تبان لا كولور البيضاء مزيان. غادي تدخل لا كوش ثانيه لا لامب تنشف ونرجعو نتلاقاو باش نحطو توب كوت ونحطو لا بودغ ديال الكروم اللي قلت لكم عليها. الوغ من بعد ما نشف البيض اختاريت اني نحط عليه توب كوت اللي هو مات ما كيبريش. انا كيعجبني البيض بزاف في توب كوت اللي هو مات، نتوما تقدروا تحطوه بغيو ما كاينش مشكل. الوغ غادي نحطو على الضفار كاملين. كوم حتى لا بودغ ما تلصق ليش في الاطفال الاخرين، حيت انا ما حطيتش عليهم التوب كوت ومسحت هذيك لاكوش اللي كتبقى تلصق. هاد لا بودغ فاش غنبغي نحطها على هاد الضفر مثلا غتقدر دوز ليا الضفر الاخر وتعطيني ان لوك اللي انا ما بغيتوش. انا بغيت نحط لا بودغ على هاد الضفير وعلى هاد الضفير، كيف ما ممكن تحطوها على الضفر كاملين ما كاينش مشكل، على حساب اللوك اللي نتوما بغيتو توصلوا ليه. تقدروا تحطوها غير على ضفير واحد ولا اللي بغيتو. فوالا غادي نشف هاد لو توب كوت ونتلاقاو باش نحطو لا بودغ. فوالا دابا وصلنا لا بودغ ديالنا، ما غنحطهاش هنا باش ما طيحش ليا، غنحطها هنا لتحت
الوغ لو توب كوت اللي حطيت هو مات وفي نفس الوقت نو وايب، يعني ماشي ضروري نمسحو بالكلينر. الوغ هاد جوج طفيرات غادي نخليهم وغادي نحط دابا على هاد جوج طفيرات. الوغ هاد لابود غادي باش تلصق هاد توب كوت لانه نو وايب ما غاديش تلصق فيه. غادي نجيب واحد لو توب كوت اللي حتى هو نو وايب ولكن ماشي مات. غادي نحط واحد لاكوش اللي هي رقيقه غير باش تلصق ليا لا بودغ. ونشفها 30 ثانيه في لا لامب او في ليد. طبيعه الحال الا كانت لامب او في غتنشفوها جوج دقائق. الوغ دابا غادي ناخد هكا اون ايبونج ولا اللي عندكم دوك العيبات باش كنحطو الاي شادو فوق العين حتى هما كيخدمو. غادي نقطع عن شي مورسو هنايا باش ما نعمرش هاد ليبونج كامله، يعني باش ما نوسخهاش كامله باش هاد الطرف هذا نعاود نستعملو مره اخرى لحاجه اخرى. الوغ غادي نجي نهز لا بودغ ديالنا هكا نكونو سخين ونجي نحكها على الضفير شوية. هاد الزوم واحد شوية باش يبان ليكم مزيان. فوالا شفتو كيفاش كتعطي ان في غزال ان في كروم ميغوار. فوالا كتجي في بزاف لي كولور وفي الحقيقة كتجي رائعة في الكحل. تقدروا تجربوها في الكحل وتعطوني الرأي ديالكم. ما تخليو حتى شي سبوت حتى شي بلاصة في الضفر، ضروري تدوزوها على الضفر كامل بحال هكا فوق. فوالا تنيش عند الضفير هذا حتى هو بغيت نحط عليه فوالا فريمون هاد لي في زوين. الو شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نمسح واحد شويه لا بودغ من جناب بحال هكا نقي الضفر قبل ما نحط لو توب كوت. فوالا ونحيد ليكسي ديال لا بودغ ونجيب ان توب كوت عادي ولا نو وايب ماشي مشكل. غير المهم هنايا هو انه القرعه ديال لو توب كوت من الاحسن تكون عندكم وحده خاصه توسكي غليتر هكا بودغ زواق اكسيتيرا. علاش؟ باش هاد القرعه هادي يعني ما يدخلوش لكم لي بيغمون ديال لي كولور وسط منها، ونهار تبغيو تحطوها على اون كولور بحال هكا مثلا ان بلون ولا شي حاجه تلقاوها بانها ديجا عامره بلي كولور وما تكونش صافيه وما تخرج لكمش مزيانه. الاحسن كما قلت لكم تكون عندكم قريعه اللي هي خاصه بنيل ارت. دونك غادي نحط لو توب كوت ونشفو في لا لامب ونرجعو نشوفو كيفاش خرج لينا الضفير. فوالا نشوفوه نتلاقاو.
الوغ دابا غادي ناخذ القطن والكلينر لان هاد التوب كوت اللي حطيت هو ضروري يتمسح. ولا فاش كنمسحوا هاد التوب كوت فلا بودغ ما كتحيدش كتبقى شاده في الضفير. وهاد ليفي هذا فهو فريمون غزال كيجي كيف ما قلت لكم مع بزاف ديال لي كولور ولكن احسنهم كنظن هو الكحل والبيض. كنتمنى يكون عجبكم. فهو دونيل ارت في نفس الوقت اليغون في نفس الوقت ساهل يعني ما فيش بزاف ديال الخدمه. كيف ما قلنا كنحطوا اللون كنحطوا ان توب كوت كنحطوا عليه من الاحسن يكون نو وايب كنحطوا عليه لا بودر مزيان هكا وفاش كنكملوا كنحطوا عليه ان اوتر توب كوت من الفوق باش يحمي لينا هذيك لا بودر وتبقى شاده في الضفر وما تحيدش. فوالا غادي نحط شويه ديال الزيت فوالا فريمون ماشي ضروري ديروا هاد الطول ولا هذا اختيار شخصي لهاد لا فيديو بالضبط. اما انا نورمالمون ما كنلبسش ضفار هاد القياس هذا لان ماشي براتيك بزاف بالنسبه للحياه اليوميه ميمشي شكل ديالهم زوين. ولكن كاين الناس اللي الطبيعه ديال الحياه ديالهم كتخليهم انهم يقدروا يلبسوا هاد الطول هذا ولا حتى طول منه ما عندهمش مشكل. ولكن تقدروا هاد النيلات ولا هادشي اللي كنديروا دابا ديال لو جيليتو تقدروا ديروا على ضفار قصار ماشي ضروري يكونوا طوال بهذه الطريقه هادي. دونك نتمنى تكون عجبتكم لابوز وتجربوها ونشوفكم في لابروشين ان شاء الله. بسلامه.